السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله يا سنة تانية اعدادي تربية وتعليم او عام. ان شاء الله النهاردة معادنا مع الدرس الثاني من دروس التمييز. طبعا الحصة اللي فاتت اخذنا الدرس الاول اللي هو عرفنا انواع المميز، وفي مميز ملحوظ ومميز ملفوظ، وقلنا ان التمييز بتاعهم بيكون يا اما تمييز منصوب يا اما تمييز مجرور. قلنا ان هو ممكن يكون مجرور بحرف الجر او بيكون مجرور بالاضافة. انا نسيت ان انا اقول حتة ان هو ممكن يكون كمان مجرور بالاضافة، يعني سهوت عنها. تمييز يا ولاد المميز الملفوظ اللي هو الكيل والعد والكيل والوزن والمساحة، بيكون التمييز بتاعهم بيكون اما منصوب بالفتحة اما بيكون مجرور بحرف الجر من، زي مثلا ما نقول اشتريته اردبا من قمح، وكذلك يا ولاد ممكن يكون مجرور بالإضافة زي ما أقول زرع الفلاح فدانا قطن، تمام كده؟ ساعتها بيكون مجرور بالإيه؟ بالإضافة. يبقى يجوز فيه الجر بحرف الجر من أو بالإضافة. هي دي سهوت عنها يعني، والكل يمس نسينا المجرور بالإضافة. مجرور بالإضافة كلنا بنسوي يعني، جل من لا يسهو. طيب في كمان حاجة نسيت أقولها الحصة اللي فاتت في التمييز اللي المميز بتاعه يا ولاد ملحوظ، في افعال كده معينه مجرد ما اشوفها اعرف على طول ان في بعدها يا ولاد على طول الكلمه التي تاتي بعدها نكره منصوبه بتكون تمييز. اللي هي ايه الافعال دي يا ولاد؟ عندي مثلا كفى، طاب، امتلأ، ازداد، قر، كبر. اي كلمه تاتي نكره منصوبه بعد هذه الافعال يا اولاد بتكون تمييز لمميز ملحوظ، بتكون تمييز طبعا منصوب علامه نصب الفتحه لمميز ملحوظ. هو عموما التمييز بتاع المميز الملحوظ على طول يعني بيكون منصوب علامه نصبه الايه؟ الفتحه. طيب النهارده بقى احنا هنركز على تمييز العدد. انا قلت لكم ان احنا كل الكلام اللي في التمييز هنركز فيه في العدد، هو ده اللي فيه كلام كتير جدا جدا. ايه هو تمييز العدد؟ يعني ايه؟ يعني يا ولاد احنا قلنا ان التمييز ياتي بعد اسم مبهم، العدد ده بيكون عدد مبهم. انا مثلا ما اقول حضر 55، حضر 55 ايه؟ طالبا، رجلا، معلما، حضر 55. فلازم يا ولاد الاسم العدد بيكون مبهم، فلازم يجي بعده تمييز عشان يزيل هذا الايه؟ الابهام. فانا تمييز العدد، انا عندي الاعداد من واحد لمليون مثلا، ممكن يجي بعدها تمييز. طب ايه التمييز؟ التمييز بيجي بعد العدد ده بيكون حكمه ايه؟ والعدد نفسه بيكون اعرابه ايه؟ والعدد هل يخالف المعدود تذكيرا ولا وتانيثا ولا يطبقه؟ كل الكلام ده اللي احنا هنتكلم فيه ان شاء الله باذن الله. هنسهله مع بعض جدا جدا جدا، وهنقوله ببساطه جدا جدا، وهنمسك كل عدد كده، كل شويه اعداد كده لوحدهم، ونجيب التمييز بتاعهم ونجيب اعراب العدد بتاعهم لوحده. فما تقلقوش من اي حاجه، كل حاجه باذن الله هنسهلها. في الاول خالص تعالوا نبسط كده الاعداد كلها قدامنا. تمييز العدد بيقول لي مثلا تمييز الاعداد من 3 ل 10، من 3 إلى 10. أنا هنا في التمييز، تمام كده؟ أنا هنا مركزة لكم في التمييز، ماليش دعوة خالص بالعدد ولا يطبق ولا يخالف المعدود ولا الكلام ده كله. طبعا ليه بدأت من أول 3؟ لأن 1 و2 مالهمش إيه؟ تمييز، وده اللي هنعرفه الوقت في الأمثلة. بس ركزوا معايا الوقت في الكلام اللي أنا هقوله ده، وبعدين هندخل الواحد واحد واثنين مالهمش يا ولاد تمييز. طب احنا هنبدا من 3 ل 10، التمييز بتاعهم بيكون عامل ازاي يا ولاد؟ التمييز بتاع الاعداد من 3 ل 10 بيكون جمع مجرور. بيكون جمع ايه؟ مجرور. طب المجرور يا مس بحرف الجر ولا بالاضافه؟ لا، مجرور بالاضافه. بيكون جمع مجرور بالاضافه. زي ايه؟ زي اشتريته 5 أقلام. اهو اقلام، ده التمييز. طبعا الخمسه اهي والاقلام اهي، الاقلام جمع يا ولاد ايه؟ مجرور. مش هنتكلم بقى في يخالف ولا لا يخالف ولا يطبق ولا الكلام ده كله، مش هنتكلم فيه، هنتكلم فيه دلوقتي. هنمسك بقى يا ولاد الاعداد من 11 إلى 99، التمييز بتاعهم يا ولاد بيكون ايه؟ بيكون مفرد.
منصوب. ركزوا، انا بتكلم الوقت على الايه، على التمييز. انا بتكلم على التمييز، ما بتكلمش خالص على العدد ولا على يطابق العدد اعرابه ايه ولا يطابق المعدود تذكيرا وتأنيثا. لا، انا بتكلم على التمييز. تمييز الاعداد من 11 ل 99 بيكون مفرد منصوب. زي ايه مثلا؟ زي حضرة خمسة وعشرون رجلا، خمسة وعشرون رجلا. تمام كده يا ولاد؟ تمام. تعالوا نشوف بقى تمييز الأعداد من اللي هي المئة ومضاعفاتها والألف ومضاعفاتها. كده أنا وصلت لتسعة وتسعين، يبقى لسه المية اللي هي مئة ومضاعفاتها اللي هي بقى 200 و300 و400 و500. تمام. والألف ومضاعفاتها اللي هي 1000 و2000 و3000 و4000 وكده. تمام كده، المية والألف ومضاعفاتهم يا ولاد. بيكون تمييزهم ايه يا ولاد؟ هناخد من الاول الجر وهناخد من التاني الافراد، يبقى هيبقى مفرد مجرور. مفرد ايه يا ولاد؟ مجرور. مفرد مجرور. يبقى هناخد الافراد من الاعداد دي وهناخد الجر من الاعداد الثلاثة العشرة، هيبقى التمييز بتاعها مفرد مجرور. اديني كده جملة مثلا، مثلي لي بجملة. اما اقول قابلت 100 رجل، شايفين رجل، وحضر 1000 امرأة. يبقى التمييز الأعداد 100 والألف ومضاعفاتهم بيكون مفرد مجرور. مفرد ايه؟ مجرور. ادي المئة وادي الالف وزيها المئتان والثلاثمئات وكده. طبعا انا كده قلت التمييز سريعا جدا جدا. ده التمييز بتاعهم. الاعداد من 3 ل 10 تمييزها بيكون جمع مجرور. الاعداد من 11 ل 99 تمييزها بيكون مفرد منصوب. الاعداد 100 ومضاعفاتها تمييزها بيكون مفرد مجرور. وكده انا ركزت في التمييز. تعالوا بقى نتعمق في الاعداد. هنمسك يا ولاد كل مجموعه من الاعداد دي لوحدها. هنمسك النهارده ان شاء الله من 3 ل 10 ونتكلم في العدد. يا ترى العدد يطابق المعدود تذكيرا وتانيثا ولا لا؟ اعراب العدد هيكون ازاي؟ طبعا احنا عرفنا التمييز هو بيكون جمع مجرور. العدد 1 و2 بيجي بعدهم تمييز ولا بيجي بعدهم ايه؟ كل الكلام ده هنتكلم فيه اللي هي في الاعداد من 3 ل 10 فقط. تعالوا كده نمسك اول حاجه العدد 1 و2. ازاي نمسك العدد 1 و2 ما لهمش تمييز؟ العدد 1 و2 لا تمييز لهما، لان يا ولاد اما اقول اشتريت كتابا، كلمة كتابا خلاص انا مش محتاجة ان انا اقول عدد الكتاب، خلاص كتابا عرفتني ان هو كتاب واحد. وكتابا في الحالة دي يا ولاد بتعرب مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. خلاص اشتريت قصتين، قصتين هنا اتعرفت ان هما اتنين، وقصتين هنا تعرب مفعول به منصوب وعلامة نصب الياء لانه مثنى، وخلص الموضوع. فانا مش محتاجة لايه؟ لعدد ولا التمييز. طيب يا ولاد لو انا مثلا حبيت اضيف العدد عشان اكد ان هو كتاب واحد، اشتريت كتابا واحدا، ساعتها كده واحدا ان العدد ده هيعرب ايه؟ تعالوا كده نشوف. يبقى يا ولاد الاعداد، تعالوا نبدا كده ايه ننسق كلامنا كده ونظبطه. الاعداد 1 و2 قلنا لا تمييز لهما. تمام كده، زي ما انا قلت اهو، اشتريت كتابا، خلاص انا عرفت ان انا اشتريته كتابا واحدا. اشتريته فعل وفاعل، وكتابا مفعول به منصوب وعلامه نصب الفتحه، انا ما احتجتش لايه؟ لتمييز. طيب اما اقول اخليها بلاش اشتريته، قراته قصتين، انا كده يا اولاد مش محتاجه خالص ان انا اقول العدد، لان خلاص قصتين انا عرفت ان هما اتنين، لان اللفظ عندي هنا مثنى، فقرأت قصتين، قصتين مفعول به منصوب وعلامة نصب الياء لانه مثنى، فما احتجتش العدد. طب انا عايزة اكد العدد، ورحت قايلة اشتريت كتابا واحدا وقرأت قصتين اثنتين. هنا يا مس العدد بقى هيتعرب ايه؟ طبعا هنا العدد جاء بعد المعدود مش قبل المعدود. ما ينفعش اقول اشتريت واحدا كتابا، لا اشتريت كتابا واحدا. واحدا هنا في الحاله دي يا اولاد هتعرب نعت،
كذلك اثنتين هتعرب نعت، والنعت يتبع الايه؟ المنعوت في الاعراب. فساعتها هنقول واحدا نعت منصوب وعلامه نصبه الفتحه، كذلك اثنتين نعت منصوب وعلامه نصبه الياء لانه ايه؟ مثنى. يبقى في الحاله دي يا اولاد هو اكيد ما لهمش تمييز، والعدد لما يجي بعد المعدود مش معقول هنعربه تمييز، هنعربه ايه؟ نعت. تمام كده؟ حلو جدا جدا. يبقى الواحد والاثنين هنخرجه من حكايه الايه؟ التمييز. وزي ما انتم شايفين يا اولاد اهو العدد تابع المعدود تذكيرا وتانيثا، لما قلت كتابا قلت واحدا، وما قلت قصتين مؤنث اجت اثنتين برضو مؤنثه، فيتبع المعدود تذكيرا وايه وتانيثا. طيب تعالوا بقى ندخل على الاعداد من 3 ل 10. الاعداد من 3 الى 10 قلنا بتاخد نفس الحكم يا اولاد، احنا قلنا التمييز بتاعها جمع مجرور بالاضافه. حلو جدا، ده التمييز. طيب العدد بقى، هل العدد يا ولاد يتبع المعدود تذكيرا وتأنيثا أم يخالفه تذكيرا وتأنيثا؟ بصوا بقى، الأعداد من 3 ل 10 تخالف على طول على طول، على مر الأوقات من 3 دايما، من 3 ل 9 يخالف. احنا هنا هنزود لها 10 اذا جاءت مفرده، برضو بتخالف اذا جاءت مفرده، وهنعرف الكلام ده بقى اما ندخل على 11 11 و12 هنعرف هي تخالف ولا لا تخالف. يبقى من 3 ل 10 تخالف المعدود، يعني التمييز يا ولاد، المعدود اللي هو التمييز تذكيرا وتأنيثا. يعني يا ولاد لو كان المعدود مذكر لازم العدد يجي مؤنث، ولو كان المعدود مؤنث لازم العدد يجي مذكر. ازاي؟ انا قلت لكم الوقت اشتريته 5 اقلام، الاقلام ده القلم مذكر، فاجى العدد بتاعه يا ولاد مؤنث. على ايه؟ لان العدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. اما اذا كان المعدود مؤنث فالعدد ياتي مذكر برضو يخالفه. ازاي؟ لما اقول بصوا كده اشتريته 6 كراسات. شايفين كده يا ولاد؟ الكراسه طبعا مؤنثه، فعشان كده انا ذكرت الايه العدد، اشتريته 6 كراسات. فكراسات هنا يا ولاد ايه؟ تمييز مجرور وعلامة جر يا ولاد الكسرة، طبعا هو تمييز مؤنث، فعشان كده احنا ذكرنا ايه العدد. كذلك لما اقول قابلت 7 رجال، شايفين؟ قابلت 7 رجال، الرجال مذكر، اذا يا ولاد العدد بتاعه اجا مؤنث لان العدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. كذلك لما اقول حضرت 9 معلمات، حضرت 9 معلمات. وفي الحالة دي يا ولاد بيعرب العدد حسب موقعه في الجملة، يا اما فاعل يا اما مفعول به، عادي جدا حسب موقعه في الجملة. يعني ما اقول اشتريته، هنا اشترى فعل ماضي مبني على سكون الصليب بتاع الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، 6 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وكراسات تمييز مجرور وعلامة جره الايه؟ الكسرة. كذلك قابلت 7 هنا هتبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ورجال تمييز مجرور وعلامة جره الكسرة. حضرت، حضر فعل ماضي مبني على الفتح، الاتصالي بتاء التأنيث، وتاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. والتسع هنا يا ولاد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، ومعلمات تمييز مجرور وعلامة جره الكسرة. طبعا تمييز مجرور بالإضافة لأن هي شبه المضاف إليه يا ولاد بالظبط. فهنا يا ولاد الأعداد من 3 ل 10 تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، يعني لو التمييز مذكر العدد يبقى مؤنث، ولو العدد مذكر يبقى التمييز إيه؟ مؤنث. عندي بقى يا ولاد كده كلمتين هنقولهم في العدد 8. بصوا كده يا ولاد، طبعا احنا قلنا الاعداد من 3 ل 10 تذكر يعني تخالف المعدود. يعني لو انا عايزه اقول يا ولاد مثلا قابلته 8 رجال، دي بنقولها سهله جدا جدا، هنا الرجال جمع مذكر، اذا الثمانية اجت مؤنثة بالتاء المربوطة وتعرب مفعول به، عادي جدا جدا. اذا جاء المعدود بتاعها يا ولاد مؤنث، المعدود بقى بتاعها مؤنث، فطبعا في الحالة دي هنحذف التاء المربوطة، فهنقول 8. تمام كده، 8 نساء، العدد 8. اذا جاء
المعدود بتاعه مؤنث، تمام كده، اذا جاء يعني عددا لتمييز مؤنث، فتحذف ياء اذا لم يكن مضافا. اذا لم يكن مضافا يعني جاء بعده حرف جر يا اولاد، قال لي تحذف ياء في حالتي الرفع والنصب. يعني انا المفروض اقول ايه مثلا؟ المفروض ان انا اقول قابلت 8 من الطبيبات، قابلت 8 من الطبيبات. في حالة النصب الياء بتبقى عادي جدا جدا، تمام كده. طبعا احنا بنشيل التاء المربوطة ليه؟ لانه هو لازم يخالف المعدود تذكيرا وتأنيسا، فهنشيل التاء المربوطة دي. بيقول لي يا ولاد اذا جاء منصوب ثبت الياء وسيب الياء عادي، اما في حالتي النصب والجر، وخلوا بالكم ان هو مش مضاف، ان بعده حرف من الايه، ان هو هنا مجرور بالايه، بحرف الجر ليس بالاضافة، تمام. قال لي كمان لو اجى في حالتي الرفع والجر احذف الياء وعوض عنها بتنوين، زي الاسم يا اولاد الناقص اللي احنا اللي هو زي قاضي وداعي وراجي. اذا جاءت مرفوعه يا اولاد، اذا جاءت مرفوعه او منصوبه بنحذف الايه الياء، زي مثلا حضرت 8 من الطبيبات. هنا يا اولاد حذفنا الياء، حذفنا هنا الياء وعوضنا عنها بتنوين يا ولاد، لانها ايه؟ مرفوعه. حضرت 8، 8 هنا المفروض فاعل مرفوع علامه رفع يا ولاد، الضمه المقدره. ليه؟ طبعا لان هو لم ما ينفعش ان الضمه تظهر عليه، ما ينفعش اقول 8، تمام كده، لما اقول 8 فهنا مرفوع وعلامه رفع والضمه المقدره، طالما ان هو في محل رفع يا ولاد على طول نشيل الياء ونعوض عنها بايه؟ بكسره. كذلك في محل جر، ما اقول مررت بثمان من الطبيبات، اولا هو لازم يجي بعده حرف جر، لازم يجي بعده حرف جر ما يكونش مضاف يعني. وتاني حاجه يا اولاد ان هو في حالتي الرفع والجر بتحذف الياء، والكلام ده في العدد 8 فقط بسبب الياء، بسبب الياء ووجود الياء فيها، لان الـ الارقام التانية او الاعداد التانية ما فيش فيها يا اولاد الايه حرف الياء، فعشان كده ده الحكم ده يخص الياء فقط. اذا جاء المعدود للعدد 8 مؤنثا ولم يأتي العدد مضافا، ساعتها يا ولاد هنحذف الياء في حالتي الرفع والجر، وتبقى في حالة النصب فقط، تبقى الياء في حالة النصب فقط. فركزوا في الحتة دي كويس جدا جدا، ودي تخص العدد 8 فقط إذا كان معدوده مؤنثا أو تمييزه مؤنثا. إذا تقدم المعدود على العدد في الحالة دي يجوز بقى تذكيره وتأنيسه عادي. يعني لو أنا قدمت، لو قلت قابلت رجالا 8، تمام كده، ساعتها أنا ممكن بقى إيه أذكر العدد أو أنسه عادي جدا. يعني ممكن أقول قابلت رجال 8 أو 8 عادي، ممكن أقول قابلت نساء 9 أو 9. فإذا تقدم المعدود على العدد يجوز هنا تذكير العدد أو تأنيسه، الاتنين صح، تمام كده يا ولاد، حلو جدا جدا. طب ازاي احكم يا ولاد على التمييز عندي او المعدود، احكم عليه ان هو مذكر ولا مؤنث ازاي؟ يعني انا مثلا عندي كلمة جنيهات، جنيهات ده جمع مؤنث، طب اعرف ازاي مذكر ولا مؤنث جنيهات دي؟ اجيب المفرد بتاعه، فالمفرد بتاعه جنيه، اذا هو مذكر، تمام كده. يبقى لو عندي اي تمييز عايزه اعرف ان كان هو مذكر ولا مؤنث، اجيب المفرد بتاعه يا ولاد، هو ده اللي هيعرفني ان كان هو مذكر ولا مؤنث، وابدا اتعامل معاه. يبقى لما اجي اقول مثلا انفقت 5 جنيهات، لان جنيهات هنا يا ولاد مذكر وليست مؤنثه. كده يا ولاد احنا خلصنا الاعداد من 3 ل 10. انا هكتفي بس فقط بالاعداد من 3 ل 10 عشان نركز فيها كويس جدا جدا. هديكم الاعداد كلها زي ما هقولنا، مثلا المره الجايه هناخد من 11 ل 19، ممكن ناخد معها اعداد العقود على حسب استيعابنا هيكون ايه، ولكن برضو من 11 ل 19 بتاخد كلام برضو شويه، فممكن نكتفي بدرس واحد من 11 ل 19. فنركز كده كويس يا ولاد من 3 ل 10. احنا قلنا الاعداد الاول 1 و2 لا تمييز لهما، وعرفنا ان لو اجى بعد المعدود العدد اجى بعد المعدود يعرب نعت.
طيب الاعداد من 3 ل 10، قلنا الاعداد من 3 ل 10 تخالف المعدود تذكيرا وتانيسا، وانا عايزاكم تحطوا دي كده في حلقه في ودانكم زي ما بنقول عشان هنحتاجها في الاعداد اللي جايه بعد كده. عندي عندي التمييز بتاعها بيكون جمع وبيكون مجرور، وزي ما قلنا العدد يخالف المعدود، والعدد يعرب حسب موقعه في الجملة، عادي جدا جدا بنعربه حسب موقعه في الجملة. عندي العدد 8 إذا جاء معدوده مذكر فهو بيجي عادي 8 ما بيتغيرش، أما إذا كان المعدود بتاعه يا ولاد مؤنث ولم يأتي هو مضافا إلى العدد ساعتها يا ولاد في حالة النصب تبقى الياء، أما في حالتي الرفع والنصب فتحذف الياء ونعوض عنها بإيه؟ بتنوين، وبيعرب بحركات إيه؟ مقدرة. تمام، وعايزين نركز في الحته دي كويس جدا 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 يا اولاد. بكده يكون انتهى الدرس الثاني من دروس التمييز. ارجو يا سنه تانية اللي عجبه الفيديو يعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.